السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات التغذية السليمة في النظام الشامل. وحلقتنا النهاردة عن النحاس. النحاس برضو من الحاجات اللي يعني بيغفل ذكرها في الفيتامينات، محدش بيهتم بيها قوي. معظم معاملاتنا مع النحاس عن طريق العملات، عن طريق الأسلاك، إنما النحاس ده من ضمن التركيب بتاعنا، يعني هو موجود في أجسامنا كبني آدمين، وفي نفس الوقت موجود في الأطعمة. النحاس ليه طبعا بيخش في تفاعلات كيميائية كتيرة في الجسم، ناقصه بيعمل تدهور في وظائف كتيرة. هنبقى نعمل حلقة خاصة بفوائد النحاس، انما النهاردة عايزين نعرف ايه احسن الأطعمة اللي بتحتوي على النحاس. اول حاجة الاويسترز او المحار البحري. المحار البحري من الأطعمة المفيدة جدا، بس طبعا عشان هو بيبقى سعره مرتفع نسبيا. وطبعا في بقى المحار البحري بتاع الغلابة اللي هو ام الخلول، يعني اي قواقع بحريه يا جماعه برضو بيبقى فيها فوائد كتير. انما انا بتكلم عن النحاس النهارده، النحاس اللي هو انا بحتاج منه يوميا على الاقل 9 من 10 مللي جرام، يعني تقريبا 1 مللي جرام نحاس. كميه بسيطه جدا انما بيبقى ليها وظائف كتيره جدا في الجسم. فانا عندي النحاس بيوفر لي 493% من احتياجاتي اليوميه من النحاس، يعني 100 جرام سكالوب بس انت معاك قنبله نحاس كده، خدت احتياجاتك لـ4 ايام الجايين. فحاجه جميله جدا ان انت بيبقى مركز فيه قوي. ويمكن طبعا الطعم المميز للمحار بيبقى واضح ان فيه غذاء كتير. طيب نيجي بعد كده بذور السمسم، حاجه هي متوفره، هي هتلاقيها حلاوه طحينيه، هتلاقيها بذور سمسم لوحدها، هتلاقيها مرشوشه على عيش فينو، هتلاقيها على حاجات كتير. بذور السمسم بس احنا عايزين بقى 100 جرام، احنا كل الوحدات اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي النحاس اللي موجود في 100 جرام. ف 100 جرام من بذور السمسم بيوفر لك 274% من احتياجاتك من النحاس، حاجه حلوه جميله. نيجي بعد كده الكاجو، يا سلام على الكاجو، مين ما يحبش الكاجو؟ دلوقتي بقى بيعجب الستات كمان قبل الرجال، بيعجبهم موضوع الكاجو ده. طبعا هو برضو غالي، يعني احنا ملاحظين يا جماعة ان النحاس على الطبيعة غالي، وفي الغذاء بيبقى موجود في الغذاء غالي، فهو حاجة فخمة من الاخر. فالنحاس عندك موجود في الكاجو بيدي لك 247% من احتياجاتك اليومية. نيجي بعد كده الشوكولاتة الداكنة. والشوكولاتة الداكنة يا جماعة يعني لما تاكلها كده، انا لما جربتها يعني طعمها مش زي الشوكولاتة التجارية اللي هي فيها كراميل وسكر ومش عارف ايه وبتاع، فانت بتاكلها كده بتحس يعني ايه بصدمة، لا يا جماعة مش دي الشوكولاتة. انما الشوكولاتة الغامقة او الدارك شوكولات او اللي هي يعني ما فيهاش اي اضافات خالص، وتحس اللوح كده عامل زي صابون الغسيل القديم، هي دي بقى اللي فيها الفوائد، هي دي بقى الشوكولاتة اللي ربنا خلقها. وساعة ما تعود على طعمها هتلاقي طعمها جميل جدا. طبعا احنا لما بنشيل السكر يا جماعه من الاكل بنبتدي نستطعم الاكل بتاع ربنا، اللي هو حاجه حلوه خالص. فالشوكولاته دي بتوفر لك 196% من احتياجاتك اليوميه من النحاس. 100 جرام شوكولاته غامقه او داكنه بتبقى مفيده جدا. فطر الشتاكي، وفطر الشتاكي بيجي معانا برضو، احنا كنا جبناه في حلقات سابقه، كان فيه فيتامينات تانيه، وهو نوع من الفطر مشهور قوي في اليابان، وبيطلع على جذوع الاشجار العفنه او القديمه، لكن هو فطر طيب ان شاء الله. وانا كنت نوهت قبل كده ان هو انت ممكن تلاقيه وفعلا موجود وبيتباع، وليه بس طبعا بيبقى غالي شويه، 30 جرام منه بيوصلوا مبلغ حلو، انما ممكن تجيبه مره في العمر، يعني تقول انا اكلت فطر الشتاكي مش مشكله يعني. وتدور على الطريقه، بتبل بشويه ميه كده وتعمله مع خلطه بسيطه، بيبقى حاجه راقيه برده وحاجه حلوه. ده بيوفر لك 100 يعني 100 جرام بيوفروا لك 100% من احتياجات اليوميه من النحاس. لو ما لقيتش فطر الشتاكي ادي بذور السمسم موجوده، يعني دي متوفره. نيجي بعد كده التوفو او التوفو الصلب. والتوفو من الحلويات، نوع من الحلويات الموجود في الصين بكثره، يعني ده بقى التوفو الصلب او الهارد توفو او الفيرم توفو، بيوفر لك 42% من احتياجاتك من النحاس. الناس اللي عارفين التوفو وكلوه، يمكن احنا يعني الكلمة ممكن تكون متحرفة عندنا في مصر، بنسميها توفي، ان هو ده بقى
هو ده بس هو اسمه اصلا التوفو، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، بيوفر لك 42% برضه نسبة حلوة من النحاس. نيجي بعد كده الحمص الشامي او اللي هو الشيك بيز. والحمص الشامي طبعا حمص 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 حاجة جميلة، وبيوفر لك 39% من احتياجاتك من النحاس. والحمص ممكن يبقى موجود في وجبة كده في مصر ليها اسم شعبي الحلبسة، الحلبسة بتبقى حمص، وممكن يتعمل منه شوربة، يتعمل منه فلافل. الحمص بيتعمل منه حاجات كتير، فشوف ايه الوجبة اللي هتلاقيها ماشية معاك وهتوفر لك 40% من 100 جرام بس، 100 جرام من الحمص بيوفروا لك 40% من احتياجاتك من النحاس. نيجي بعد كده البطاطا الحلوة بتوفر لك حوالي 31% من احتياجاتك اليومية من النحاس. والبطاطا الحلوة فيها فيتامينات تانية كتير ورخيصة ومتوفرة، ولو حطيتها في شوية مية تعمل لك زرعة كده كبيرة شكلها حلو، ميه بس حتى من غير تربه، فمن الحاجات المبهجه قوي البطاطا والمفيده في نفس الوقت. نيجي بعد كده السلمون. السلمون 36% من احتياجاتك من النحاس، والسلمون طبعا معانا في فيتامينات تانية، والاوميجا 3 موجوده في السلمون، وغير كده هو بروتين. يعني وجبه سلمون 100 جرام مفيده، هتبقى مفيده جدا جدا وهتوفر لك تقريبا تلت احتياجاتك من النحاس. نيجي اخر حاجة الافوكادو. والافوكادو احنا كنا اتكلمنا عليه في حلقة سابقة، وقلنا ما تعتبروش انه فاكهة، وحاول ان انت تتصادق معاه، ما الطعم السكري اللي انت متعود عليه في الفاكهة ده مش هتلاقيه، هتحس ان طعمه مدهن شوية. ممكن على فكرة تعمله مع البيض بيبقى ظريف، فانما بيوفر لك 21% او خمس احتياجاتك من النحاس اليومية. كده بخلص حلقة النهاردة، وأرجو إن كل الحلقة عجبتكم، ومعلش اسمحوا لي إن أنا يعني الحواشي اللي أنا بحطها دي بس بحيث إن أنا أخليك تعرف معلومة إضافية، أو يبقى الحلقة ليها طعم شوية بدل ما يبقى مجرد ذكر للأرقام وخلاص. وكده بخلص حلقة النهاردة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.